بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا، نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا وإياكم بخلق رسول الله، وأن يؤدبنا بأدبه، اللهم آمين. كنت بتكلم مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن فوائد الوفاء بالعهد وأقسام الوفاء بالعهد، وقلت إن أقسام الوفاء نوعين: وفاء بالعهد مع الله، ووفاء بالعهد مع عباد الله. النهاردة إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم عن صور الوفاء. إيه هي صور الوفاء؟ مين اللي نوفي بالعهد معاهم؟ توفي بالعهد مع الله، ومع سيدنا رسول الله، ومع القرآن، ومع الوالدين، ومع الوطن الذي تعيش فيه، ومع الزوجة، ومع الأولاد. توفي بالنذر عند سداد الديون، توفي بالنذر إن نذرت، توفي بالنذر مع الأجير أو العامل أو الخادمة. دي بعض صور الوفاء، هنتكلم عنها بشيء من التفصيل. الوفاء مع الله جل وعلا، إزاي أبقى وفي بعهدي مع الله؟ أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك الله حيث نهاك. أمرك بالصلاة كن مصليا، أمرك بالصيام كن صائما، أمرك بالزكاة كن مزكيا، أمرك بغض البصر غض البصر، أمرك بالأمانة كن أمينا. كل دي صفات أمرك الله بها في القرآن الكريم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ما قالش يا مسلمين يا مؤمنين، ما قالش كده، يا بني آدم، لكل بني آدم، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم يقول جل وعلا بعدها: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هنا في سورة ياسين يقول لنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وفي آية تانية يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ربنا أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم أرواح قبل أن ينفخوا في الأشباح والأجساد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا يا رب، نشهد أنك يا ربنا أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا. طيب، طالما إن ربنا أمرك بكده فكن وفي بالعهد مع الله، أن يجدك حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك، أن تكون طائعا عابدا مطيعا لأوامر مولاك جل وعلا. ده هيبقى الوفاء بالعهد مع الله. لذلك يقول في القرآن: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. أنت وفيت بالعهد أنك تبقى عابد وأنك تبقى طائع لله جل وعلا، إيه الجزاء؟ إيه الثواب اللي ربنا أعده لك؟ فسيؤتيه أجرا عظيما، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المطلوب من حضرتك إنك تبقى وافي بالعهد مع الله. يبقى أول صورة من صور الوفاء بالعهد أن تكون وفيا بالعهد مع مولاك جل وعلا. نمرة 2 من صور الوفاء بالعهد: الوفاء بالعهد مع سيدنا رسول الله. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، نشوف إزاي نكون أوفياء بالعهد مع الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. خليكم معانا
وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. انتهيت مع حضراتكم قبل الفاصل من الحديث عن صور الوفاء. الصورة الأولى الوفاء بالعهد مع الله، الصورة الثانية الوفاء بالعهد مع سيدنا رسول الله. إزاي يا عم الشيخ؟ هو أنا بيني وبين النبي عهد؟ ده أنا ما شفتش النبي، آمنت به ولم أره. أنا جيت بعد النبي بألف وربعمائة سنة، إزاي هبقى وفي بالعهد مع سيدنا النبي؟ أن توفي بالعهد معه من خلال اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لما توفي بالعهد مع حضرة النبي، ربنا هيحبك وسيدنا النبي هيحبك ويغفر لك الله الذنوب والآثام لأنك وفيت بالعهد مع حبيبه المصطفى. لذلك يقول في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا وقدوتنا وهادينا ومعلمنا والذي دلنا على كل خير هو سيدنا رسول الله. الخير كله في اتباعه، والخير كله في السير على منهاجه، والخير كله في اتباع سنته. إزاي أبقى وفي بالعهد مع سيدنا النبي؟ أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه. اللي قاله النبي افعله وتأسى به واقتدي به، واللي نهاك عنه النبي انتهي عنه وابتعد عنه. لو عملت كده هيحبك سيدنا النبي. تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللي بيحب حد بيتبعه، بيطيعه، بينفذ أمره، بيجتنب نهيه. كذلك اللي يحب سيدنا النبي يمشي على درب سيدنا النبي. الصورة الثالثة من صور الوفاء الوفاء بالعهد مع القرآن. القرآن ده كلام ربنا المنزل على سيدنا رسول الله المتعبد بتلاوته. ربنا يقول لنا في القرآن، يقول لسيدنا النبي: ورتل القرآن ترتيلا. وسيدنا النبي يقول لنا: اقرأوا القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن مش إنه كتاب مقفول في البيت عليه التراب وحطه في البيت أو في السيارة أو في الأنتريه للبركة، لا، القرآن للقراءة، للتعلم، لمدارسته، لأنك تتعبد إلى الله بتلاوته. لما تنظر في المصحف، النظر للقرآن عبادة، نظر بس، إنك تنظر بعينك في القرآن دي عبادة. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن وانشغلوا دلوقتي بالهواتف الذكية وبالإنترنت وبكذا وبكذا. مش بقولك ابتعد عن الأشياء الجديدة وسائل التواصل، لا لا تبتعد، وبقت مفروضة علينا كلنا، لكن اجعل للقرآن شيئا من وقتك. اجعل للقرآن وقت كل يوم من وقتك، أذكار الصباح، المساء، تقرأ جزء من القرآن، تعلم أولادك آية من كتاب الله، لأن القرآن فيه كل الخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. طب عايز الدنيا والآخرة؟ ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. خذ من القرآن ما شئت لما شئت. ربنا سترنا في الدنيا ببركة القرآن، وحفظنا الزلل ببركة القرآن، وأكرمنا غاية الكرم ببركة القرآن.
اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وزيننا بزينة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا، واجعله ميراثا لنا في أولادنا وذرياتنا من بعدنا. يبقى الوفاء بالعهد مع القرآن إنك تقرأ القرآن، تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده كلام ربنا. من أراد أن يكلم الله أو أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة وليقرأ القرآن، بتكلم ربنا وربنا بيكلمك. يبقى من صور الوفاء اللي أخذناها النهاردة ثلاثة: الوفاء بالعهد مع الله، الوفاء بالعهد مع سيدنا رسول الله، الوفاء بالعهد مع القرآن. وبقية الصور تأتي تباعا في الحلقة القادمة إن شاء الله. ربنا يجعلنا من أهل الوفاء ويخلقنا بخلق الوفاء، اللهم أمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب. بسم الله الله على أحد خلق الله سيدنا وحبيبنا فيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه. ولا أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وألا يخرج من ألسنة إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. انتهيت معكم في اللقاء الماضي من الحديث عن الأغسال، وقبلها تكلم فرائض الغسل وعن سنن الغسل وعن موجب الغسل. قلت إن الغسل يجب إذا التقى الختانان وإذا نزل المني، وكذلك بالموت فيوجب الغسل. والمرأة الحائض والنفساء يجب عليها أن تغتسل لتطهر وتصلي بعد ذلك. طيب، هختم موضوع الغسل بمهم جدا، وهو ما يحرم على الجنب فعله وما يحرم على الحائض والنفساء. يحرم عليهم الصلاة مطلقا، الجنب لا يحل له أن يصلي إلا إذا اغتسل. وكذلك المرأة الحائض والنفساء. يسألونك المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، إلى آخر الآية. المرأة الحائض والنفساء لا تصلي ولا تصوم، لكن بعد طهارتها تقضي ما فات من صيام ولا تقضي ما فاتها من صلاة. وده معنى ان المرأة سبحانه العظيم يعني تقضي بعض الايام بدون صلاة، انما الرجل يصلي طوال الايه طوال الشهر. وان شهادة المرأة الرجل امرأة الرجل بشهادة امرأتين، فالمرأة في الرجل سبحانك يا ربي سبحانك، لكن المرأة لا تقضي ما فاتها من صلوات، تقضي ما فاتها من صيام ولا تقضي ما فاتها من صلوات. يحرم على الجنب والحائض والنفاس الصلاة مطلقا. والمكث المسجد، رب العزة سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جن إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لو واحد بيعبر سبيل في المسجد، دخل من باب المسجد ذهب إلى دورات المياه لأجل أن يغتسل، عابر سبيل، يجوز له أن يمكث في المسجد الصلاة. طواف بالمسجد الحرام. يحرم على الجنب وعلى الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام. ليه؟ لأن الطواف كالصلاة ويشترط فيه الطهارة، إلا أن الله في الطواف الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم فيه إلا بخير. يحرم كذلك مس المصحف وحمله. يحرم على الجنب والحائض والنفساء مس المصحف وحمله وقراءة القرآن. طيب، عندها امتحان، يجوز أن تمسك المصحف بحائل، يبقى في حاجة تحول بين إيديها وبين المصحف. طيب، دلوقتي هاتف وتمسك بالهاتف وتقرأ فيه القرآن، لا مانع من هذا، لا من هذا القرآن من الهاتف. إنما لو هتمسك
تمسك المصحف بإيه؟ بحائل، تكون حاجة حائلة بين يديها وبين القرآن الكريم. كذلك أيضا المرأة الحائض والنفساء يحرم بها الصيام وهي حائض. طب بعد ما تقضي مدة الحيض والنفاس تتطهر، تقضي ما فاتها من صيام من بعد رمضان قبل رمضان الجديد، تقضي ما فاتها كل أسبوع يوم، شهر يوم، كل شهر يومين تقضي ما فاتها، يأتي عليها رمضان وتكون قد قضت ما عليها. طيب سؤال مهم، لو جاء رمضان على المرأة الحائض أو النفاء وما قضت ما عليها من رمضان المنصرم، رمضان اللي فات كان عليها أيام أفطرت فيها لأنها حائض أو نفساء، طيب جاء عليها رمضان جديد، في هذه إن دخل رمضان جديد ولم تقضي ما عليها فوجب عليها القضاء والفدية. هي كان واجب عليها القضاء قبل رمضان، لكن بدخول رمضان الجديد نغرمها، يبقى عليها فدية، تقضي ما عليها، تصوم وتخرج فدية عن كل يوم، ودي بتسمى بكفارة فدية، كفارة للتأخير لأنها أخرت ما عليها من رمضان إلى أن دخل رمضان الجديد. إذا كانت المرأة حامل ومرضع وخشيت على الجنين أو خشيت على رضيع، ده كلام ثاني وهنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله عند حديثنا عن أحكام الصيام. المهم إن الجنب والحائض والنفساء يحرم عليهم الصلاة، يحرم عليهم قراءة القرآن، مس المصحف، حمل المصحف، الطواف بالمسجد الحرام، وكذلك الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام. القرآن يقرأ للضرورة، مرأة الحائض عندها امتحان، بنت في الأزهر في الجامعة وبتحفظ القرآن، يجوز لها أن تحفظ من الهاتف أو تمسك المصحف بحائل لأنها ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا إياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.